هذا ايش الجحر ده؟ هنا الرسول صلى الله عليه وسلم حط راسه هنا قام شوف الريحة اللي هنا، تعال شوف شم الريحة، ريحة غريبة يا أخي. هنا لما نحط الرسول راسه قام مع الجبل صار ورا شكل راسه، هنا حط رجل وهنا حط رجل، قام الجبل سوى له رجله. صح، كان قاعد يبكي الرسول هنا صلى الله عليه وسلم. ابغى ادخل جوا اشم ريحه. طب اقعد لي عشان انا لا اخرج. انتبه انتبه يا خالي. إيه شوف هنا حط يده. اي والله الرسول صلى الله عليه وسلم ونزل كان في عين هنا بتخرج. شايف الاخرام هذه؟ ايوه حط يده كده ونبع من يده مويه من هذه الاخرام. بعد من هنا مو يعني اللي وقفه خوي. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف شام الريحة، ريحة عودة ان شاء الله تبارك الله. هذا هنا الرسول قال اللهم يدعي لأصحابه أهل المدينة. فقام نزل سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام قال له السلام يقول لك السلام ويقول لك يا محمد لن يسيئك في أصحابك فإنهم مصابيح الجنة معاك. قام رجع بكي، قام نزل له جبريل قال له وما يبكيك وربنا عارف. قال له أنا بدعي لأهل مكة. قام على طول ربنا قال له يا محمد سألتني لمن هم في جوارك فأجبناه وجعلناهم مصابيح الجنة فلا تسلني لمن هم في جوارك، جوار الله هو أعلم بهم وهم أكرم الناس أهل مكة.